السلام عليكم. انا الابنه ديال فريد المنصوري، احد ارباب الشاحنات المعتقلين في قضيه ديال 27 طن. اليوم كانت عندنا جلسه في محكمه ديال الاستئناف وتاجلت عاود لمده 15 يوم. السبب ديال التاجيل راجع على انه نفس المعتقل اللي ديك المره رفض انه يتحاكم عن بعد باش اجلوا لنا شهر، عاود نفس الشيء تعاود وباقي رفض انه يتحاكم عن بعد فاجلوا لنا اسبوعين اخرى. نتمنى ان هذا التاجيل ما يزيدش يطول، حيت انا شخصيا الوالد ديالي كيقول انا مظلوم بريء، الموقف ديالي في القضيه واضح بالدلائل والبراهين وباي حاجه. ما انا راضي انني نتحكم تحت اي ظرف وما عندي حتى هدف وراء انه يتم تاجيل المحاكمه ديالي، زائد ان السمعه ديالو الحمد لله سبقه، راه سنين هو في هذا الدومين هذا يسقسيو عليه لمن ما بغاو. انا نتحدى اي واحد انه عمره شاف عليه شي حاجه مشبوهه سواء في الدومين سواء من غير هذا الدومين هذا، زائد انه المحامين كاملين كانوا حاضرين وجاهزين للمرافعه، لدرجه انه راه كاين معنا جوج ديال الزوجات السائقين في ظرف هذا الشهر اللي داز، نصبوا محامي جديد على الازواج ديالهم، يعني الهيئه ديال الاستئناف اخر مره عطاو واحد الديلي ديال شهر، يعني واحد الوقت كافي باش انه اي محامي جديد في هذه القضيه يدرس الملف 100% زعما على خاطر خاطره. نتمنوا ان هذا التاجيل ما يزيدش يطول، راه حنا عيينا وهما كثر بركه، هي انه هاد الناس راه عام ديال الله وهما بعادين على وليداتهم، جاوا الاعياد والعواشر ووليداتهم بلا بيهم. عندنا الثقه في الهيئه ديال الاستئناف والامل ديالنا فيهم من بعد الله سبحانه وتعالى انهم ينصفوا هاد الناس ويكون حكم عادل ونزيه في الحق ديالهم، ما طلبناش شي حاجه اللي هي كبيره، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كان سبب في الظلم ديال با، راه ربي اللي عالي وعالم على الخبايا ديال كل واحد والسلطه ديالو فوق من كل شيء. السلام عليكم، انا الزوجه ديال شكيب العزوزي اللي معتقل في قضيه 27 طن. جينا اليوم على اساس كانت عندنا الجلسه ديال الاستئناف، كنا متوقعين لان غادي تكون مرافعه وغادي تكون الجلسه فيها شي حاجه كتفرحنا. للاسف ملي جينا كنتفاجئوا بالتاجيل ديال المده ديال 15 يوم. الجلسه المقبله عندنا نهار 17 في شهر 6، اللي كان السبب ديال التاجيل ديالها هو رفض واحد المعتقل على المحاكمه عن بعد. ما عرفناش السبب علاش، ولكن كيبقى هذاك الاسباب ديالو الخاصه، وكان حنايا تايقين في العداله ديالنا وتايقين في هيئه الاستئناف لان عندها واحد الخبره كبيره، وكنلتمسوا من الهيئه على انها ما تزيدش تاجلنا اكثر، راه حنا فعلا عيينا والله العظيم عيينا، ولادنا عياو، ديك الرجال تما مساكن ما بقالهمش لا جهد لا حتى شي حاجه، عندنا نهار واحد كيدوز علينا فحال العام، ولادنا كيسقسيو على الاباء ديالهم، لا عيد فحال الناس، لا رمضان فحال الناس، هذه عام وحنا في التكارفيز ديال الطلوع والهبوط، ظلما وعدوانا، الناس ما عاملين حتى شي حاجه. السلام عليكم، انا اختو ديال العزوزي شاكيل معتقل في 27 طن. القضيه اللي ولا كيعرفها الراي العام اكثر مننا حنايا وقيلة اللي حنايا في هذه المحنه هذه، وكنشكرهم هذا المنبر هذا اللي الناس كاملين واقفين معنا وكيدعيو معنا، كيعرفونا ولا ما كيعرفوناش، حنا لدرجه لاننا وصلنا على ان الناس ما كنعرفوهمش من ما عندي ما نقول لك من اوروبا من هذا كيعيطوا لنا وكيتواصلوا معنا وكيدعيو مع هاد الناس. حنا المشكل الوحيد اللي عندنا هو ان حنايا دابا حنايا نورمالمون ست العائلات، خمسه د العائلات محرفت لهم على ان واحد من ديك المعتقلين كيأجل دابا وساعة، كيأجل الجلسة اللي فاتت عطاونا شهر، أجل دابا قال لك هو ما يدوزش في هذا في ما يدوزش عبر يعني الشاشة، خصو تيدوز في قدام القاضي. حنا هاد الحجر الصحي إذا بقى عباد الله شحال حنايا غادي نبقاو في هاد الشيء هذا، شحال هاد الناس مظلومين غادي يبقاو، هادشي فاش خصنا نخممو اذا هادشي طول مشى بعيد، واش غادي نتسناو هادكشي اللي حكموا فيهم في الابتدائيه حتى يدوزوه كامل وحنا كنتسناو غير الحجر الصحي يتسالى؟ راه ما يمكنش، هادشي خصو الحل، خصو الحل، راه شحال ما طول الليل غيطلع النهار، داكشي اللي حنايا اللي هما كيجيبوه قانوني راه غيتسالى، هذيك الشيء ديك الحاجات اللي كينزلوهم هما قانونيا باش يزيدوا ياجلوا راه غيتسالى وغيطلع النهار، ملي غيطلع النهار غتبان الحقيقه، خليو الحقيقه تبان دابا احسن ما تبان من بعد، راه اللي غيعمل راه باين واللي ما عاملش راه باين. السلام عليكم، انا الزوجه ديال المعتقل محمد عميل في قضيه 27 طن في طنجه. اليوم كانت عندنا جلسه وتاجلات ل 15 يوم بسبب ديال واحد المعتقل، واحد الباترون اجلها ما بغاش تدوز الجلسه عن بعد، من حقه، ولكن تالي هاد التاجيلات راه حنا عيينا، عام ديال التسخسيخ، عام ديال التماره، انا بنتي عندها عامين مسامحه في هذه 3 شهور، انا حاصله في طنجه عييت صافي، ما بقى الجهد ما بقاش عندنا لا انا لا راجلي في الحبس، راجلي صافي لا ماكله لا شراب، عيا لانه مظلوم ما دار حتى شي حاجه، هاد الناس هادو مورطينهم ما فهمنا حتى شي حاجه، صافي الجهد ما بقاش، الصبر ما بقاش، انا كنتمنى من القاضي انه ما يبقاش ياجلنا، حنا موكلين امرا لله لان هاد الناس مظلومين،
لا لها ربي هي اللي غتكون، يا طلقوهم يا تخليوهم، المهم نعرفوا راسنا من رجلينا، حنا راه عيينا مابقناش قادين، صافي الصبر تقاضى، ولنا مرض ومرضنا في حياتنا في صحتنا مرضنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فهذوك الناس ديال 27 طن اللي هربتوا من الدنيا عند ربي ما غاديش تهربوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.